والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ليكن سلام لكم من الله أبينا ومن ربنا يسوع المسيح ملك السلام القائم من الأموات. معاكم سرية. أنا شفت المسيح كتير. اسمحوا لي من بداية سنة 2021 أحيي جميعكم تحية أبائنا من أول العصور، وهي إخريستوس أنيستي أليسوس أنيستي. المسيح قام، بالحقيقة قام. إلهنا حي وقام وأقمنا معاه. صحيح اتولد فينا، بس السنة دي بنعلن النور والحياة الجديدة رغم الموت والظلام المحيط بينا. كل سنة وجميعكم طيبين، فرحانين، قائمين في سلام وتسليم. وهنعلن دايما نور البشارة المفرحة في وسط أي أحزان، فنفرح بالرب إلهنا. سنة من عمرنا هيكون فيها انطلاقة جديدة وقيامة مستمرة وحياة جديدة لينا وللأمم والشعوب مهما كانت بداية أواخر الأيام. النهاردة مراحل الطريق الروحي، أفراح وسلام مع روح القيامة والحياة. النهاردة السنة الثانية من الجامعة، بعد سنة إعداد من صرخة الفرح وهي عبور الصليب أو الذات أو الحجاب، وسنة أولى في قدس الأقداس مكان الراحة. يعني إحنا في السنة الثانية، لكن في اليوم الثالث، هي تاني سنة بعد الثانوية العامة روحيا، يعني اليوم الثالث في خليقة العهد الجديد. وكان نور في القبر، والقبر قبري. بينا نحفر البشارة المفرحة مش على حجارة أو بحرفية الناموس، لا، نكتبها على قلوب لحمية وعقول مستنيرة بالنعمة والحق. بس احنا حي وقام وقمنا معاه. في تانية جامعة بنعرف براهين القيامة وإثباتها، بس أنا مش هتكلم عن كده، هتكلم عن معاني روحية. هنتكلم بطريقة مختلفة شوية ونركز، لأن دي حياة أبدية بينا على روح القيامة والحياة والأفراح، لأن المسيح أصل القيامة وأصل الحياة. القيامة كانت في أول الأسبوع وبداية إشراق نور العهد الجديد في حياتنا، مدفوعين بالحب، متيمين بحبه مع المجدلية، أي برج مجدلي المرتفع، فنبدأ في الارتفاع. فالحب يدفع المؤمن للقاء مع القائم من الأموات في أول فرصة ممكنة، حتى لو الظلام لا يزال باقياً، لأن الحب أضاء لنا الطريق. الحب صلب علانية أمام الشمس اللي انكسفت واختفت أمام الحدث، لكنه قام. قام الحب يسوع ليظهر لخاصته فقط ومحبيه المخلصين بس، المخلصين في طلب خلاصهم عشان مشيوا مع الطريق ونبدأ في القيامة والارتفاع معه. نرتفع معه لسماه وللسماويات، حياة جديدة مستمرة بدون تغيير. علشان هيجي اليوم وندخل معاه الأقداس السماوي، من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرش. الجامعة منطقة الارتفاع بعد عرضة الصليب الأفقية هنا. تعالوا نجيب من الكتاب المقدس ونبدأ ونركز في سفر التكوين 2. فأكملت السماوات والأرض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. وبارك الله في اليوم السابع وقدسه، لأن فيه استراح من جميع عمله الذي عمله الله خالقا. الراحة هنا لا تعني التوقف عن العمل، وإنما استراح براحة خالقته اللي حملت أثار محبته. راحة الله تعني راحة الذين يستريحون في الله، وراحته كأب سماوي أن يجد محبوبي خلقته ينعمون بالراحة الداخلية الحقيقية، إنه لم يتعب ولا احتاج لراحة، كما إنه لم يترك عمله حتى الآن، إذ يقول المسيح أبي يعمل حتى الآن، وكمان وما زال يعمل وعايزنا نعمل معه. وصية حفظ السبت تعني في العبرية الراحة، هي رمز للثبوت في المسيح بكونه راحة الإب، فيه يجد لذته من جهتنا وراحتنا إحنا، إذ فيه ندخل إلى حضن الإب. هذا هو سر اهتمام الله بحفظ وصية السبت. ففي هذا اليوم يرتبط ويربط المسيح بالمسيح ويثبت فيه. وجعل ربنا وصية حفظ السبت خط أحمر، ومن يكسرها فهو قد نقض العهد الإلهي وحرم نفسه من عضويته في الجماعة المقدسة.
لنحفظ السبت إذن الحقيقي بقبولنا المسيح القائم اللي فيه تصالحنا مع الآب بدم صليبه، فإننا إذ نثبت فيه نحمل سماته، فينا نمتلئ ببره، نصير نحن أنفسنا موضع راحة فنحسب به سبتا أو يوما سابعا. عندما نمتلئ ببركات الله وتقديسه يبقى في راحة بركة تقديس. الثبوت في المسيح القائم هو سر راحتنا الحقيقي وسر البركة والتقديس. نلاحظ أن الكتاب المقدس لم يقل عن اليوم السابع وكان مساء وكان صباح يوما سابعا. لا نجد في السبت مساء لأن راحتنا بلا نهاية وإلى ما لا نهاية. ادخل للأقداس، ادخل العهد الجديد من باب متيم بمحبة المسيح، وانت بيقين وإيمان ان هو متيم بحبك اولا، تأكد ان مفيش اي شيء يقدر يفصلك عن محبة المسيح. ادخل الحجاب من الصليب زيه، لان هو المكان الوحيد اللي عليه اعلن حبه ليك وفاتح حضنه ليك بالرغم من كل الألام وحتى الموت. وبصليبك انت كمان تعلن حبك ليه. صحيح التنازل عن ذاتك وأنانيتك بالصليب كان مؤمن، لكن افرح بالرب، ادخل مكان الراحة والبركة والتقديس، ادخل متيم بحبه من باب المحبة. ربنا في هذه السنة الروحية واحد عايز يثبتك في الثقة والطمأنينة، يثبتك في النعمة، يطلق حمامة روحك لتلتصق بالروح القدس الحق، لأن قانون العهد الجديد هو قانون النعمة والحق. أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. اتنين، اخرج من محدودية، من محدودية نفسك إلى الله اللانهائي والمالانهاية. تلاتة، احنا عارفين أن الله لا يتغير، أنا الرب لا أتغير. عشان كده هنا نتعلم أو هتتعلم أنك لا تتغير زيه، تمشي في استقامة وتتقدم للأمام فقط. إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. خلاص مفيش عهد جديد، مفيش دوران في البرية ولا رجوع للخلف عشان ما تتغيرش العمود ملح ونبقى في حالة جمود وعدم حركة أو تقدم ونمو. المسيح لا يتغير دائما. المسيح محبة، هو قدوس، هو صادق وأمين، هو نعمة، هو حافظ العهد والرحمة، يقول يصنع خيرا. وانت تعكس صورته وتشاركه صفاته وما تتغيرش زيه وتقول تصنع خيرا. هو قدوس عايز يقدسك بالتمام، هو نعمة عايز يباركك وتكون انت بركة وتبارك كل ما تمتد اليه ايديك، عايز يكمل ويتمم عمله فيك. عايزك تتحد بيه هنا علشان تشاركه الطبيعة السماوية الالهية بدون تغيير. وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم، يعني في القيامة إحنا هنا يثبتكم. بعد أن انشق الحجاب بالصليب كان دفن جوه القبر، جوه التابوت أو بطن الحوت. هو بس دخلك بطن الحوت عشان تقوم ويخرج منك يونان ابن أمتاي، يعني الحمامة ابنة الحق العظيم، يوصلك للثبات فيه، يوصلك لبر الأمين. وبعد إخلاء ذاتك وأنانيتك وشهواتك الجسدية بقبول رفعك على الصليب وتدفنهم في بطن الحوت اللي ربنا كان مجهزه ليك، وتدفن كمان كل الألام اللي حصلت ليك في ماضي حياتك من أي إنسان، هنا تقدر تسامح وتدفن كمان كل نقص أنت حاسس بيه، كل حزن، ولا تعطي لإبليس فرصة أنه يلعب بيك. ازاي؟ هي انك تقبل الاحداث الصعبة اللي انت بتمر بيها بفرح. خدها بفرح دلوقتي، لانك على الاقل فاهم ان الظروف الصعبة دي ليه، انك على الصليب وبتعبر الحجاب. ربنا مش بيمنع الظروف الصعبة، لكن هو معاك فيها ويعديك فيها بسلام. احنا النهاردة الشعب العابر الحجاب في الصليب مع المسيح، فاكرين جزء 18 عبرين. عبرنا في المسيح الموت والعار والضلمة والعبودية للحياة والنور والحرية، عبرين الضعف والجهل للقوة والمعرفة، عبرين الخوف والهزيمة للجراءة والشجاعة، عبرين الظلام والخزي للنور، مرفوعين الراس بتصلب لكن قائم من غير انحناء داخلي وكآبة قلب، عبرين كل حزن ومرض وموت لشفاء ونقاء وحياة. جوانا سلام دائم لا يتغير. عايزين نعيش باستقامة وبدون تغيير. في بطن الحوت ربنا نقش جوه يونان على لوحي قلبه وعقله وصيته،
بس يظهر إنهم لو حي من حجر. ناقش وصيته بعد ما خلع الموت وساب الأكفان في قبره أو في بطن الحوت أو جوه تابوته، يعني تبة مكان التوبة الصادقة. مفيش قيامة إلا بعد نهاية التذمر والتمرد والتسامح تماما، ويظهر فيك الرضا والشكر الدائم بدون تغيير. ولما انتهى تمرد يونان على ربنا زي عصا هارون اللي أظهرت في التابوت، وانطلق بحمامة الحق أي روحه لتسبيح اسم الله القدوس متحدا بالكلمة في قلبه. يبقى أنا بتحد بالكلمة في الصليب، بتحد في القيامة بالمسيح القائم، وأنطلق بالقرازة للأمم، وحول يونان مدينة نينوى اللي سميها هو مدينة الدمار المملوءة كذبا وخطفا إلى مدينة جميلة ذريتها الراحة المتبقية، وده معنى اسم نينوى، جميل ذرية الراحة. هو ده يونان ابن أمتاي أي الحمامة ابن الحق اللي كان عايز يهرب لترشيش يعني الفقر، واليافة يعني عالية وجميلة، لأنه بيدور على منطقة عالية وجميلة يرفع فيها ذاته. هو مش عارف أنه بيروح للفقر، ولما كان بيحاول يهرب مش عارف أنه بيروح للفقر، وكان عايز يهرب من وجه ربنا ومشيئته. ربنا كان عايز يرفعه المنطقة عالية ومجد وجمال حقيقي. راح يونان بجهل يدور على الفقر في ترشيش. هو ده الإنسان على طول، أنا بدور على الفقر الروحي بجهلي وربنا عايز غناية، بيقول لي وأنا بقول أنا غني وقد استغنيت، ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم إنك أنت الشقي والبائس والفقير والأعمى والعريان. مفيش ارتفاع وجمال وراحة وبركة وتقديس إلا بعد توبة حقيقية، وتسيب الأكفان في القبر وتطلق حمامة الروح ترفرف بالحق وترى وجه يسوع في دينا. بلاش أعيش أنا بغبائي وجهلي بمسك بذاتي زي أيوب وأعطي الثغرة لإبليس إنه يجربني ويرفعني على صليبي. ربنا بجماله بيبعت لي أليه ويستمر معايا ويظهر لي ذاته ليعلمني ويقدمني في طريق الروحي. أنا بغبائي وجهلي يونان بهرب من ربنا ويبلعني الحوت، ويجي ربنا بمراحمه الإلهية ينقذني ويعلمني بالموت لذاتي وشهواتي، أدوس الموت وأعبر للحياة. في بطن الحوت، في التجربة على الصليب، في القبر. سيب فقرك وذاتك الشقية البائسة العمية العريانة، ادخل التابوت ادفنها، ادفن التمرد، ادفن الحياة القديمة ولا تتبعها بعد. الآن ادفن آدم الساقط، ادفن طبيعتك الساقطة، ادفن إنسانك العتيق. دوس كل الحياة والعقارب وكل قوة العدو، فاكرين الجزء 16 من رسالة في سر الغلبة والنصرة. ارفع دايما الصليب علمنا وعلم وطننا، اشبع قلب كيانك بالمسيح المن السماوي، خليك قسط للمن، قربانة مخصصة ومكرسة لربنا، وخد طبيعة الذهب السماوية بدل عيشة الجهل والمرار. عيش في بهجة وفرح اليوم السابع ولقاء العريس السماوي وجها لوجه. يكون حديثي معي وابدأ أجهز ثوب العرس وعشاء عرس الخروف، فاكرين في الجزء 17. بس هنا في الطريق مجرد بداية، وفيه وصية مكتوبة بأصابع ربنا الروح القدس اتحفرت على ألواح حجري قلبك وعقلك بصفة شخصية ليك، وقول مع داود حفظت وصاياك وشهاداتك لأن كل طرقي أمامك. اطلق التسبيح بقصارة الروح القدس لله، تنطلق روحك كيونان كالحمامة، اشهد شهادة للحق تخرج من جواك وتشهد للرب كشاهد أمين لكل الأمم. ولاحظ في الطريق الروحي قبل الثانوية العامة عشت العهد القديم، لكن في الجامعة بعيش العهد الجديد. ايه الفرق؟ شعب العهد القديم قبل الحجاب كانوا العبرانيين، معناها العابرين، شعب عابر في الطريق متحرك بيتقدم بصفة مستمر، مش شعب محلك سار. العابر يعرف ازاي يتحرك بسرعة زي الايائل، مش انسان مربط نفسه بمية رباط وحاجة وميت حاجة في حياته باطلة. النهاردة الشعب العابر الحجاب في الصليب اللي مكتوب على قلوبنا اللحمية مش الحجرية وصايا النعمة والحق. احنا الشعب الفاهم ان مهما تركوني وحدي في الصليب ومر الامتحانات والتجارب، انا لست وحدي، المسيح الملك المنتصر الغالب معايا، والملائكة حواليا، والروح القدس ساكنة فيا وهينور لي الطريق ويعرفني اعمل ايه.
شعب العهد الجديد عبرين أيضا، بس هما شعب قدس الأقديس. قدس الأقديس هو البداية، هو العهد الجديد، عايشين في الروح، مصدقين كل ما لا يرى، بنبني الهيكل جوانا بالحكمة، مثبت بالفهم، ليمتلئ بالمعرفة والمخافة لله في المسيح يسوع. بنعلن قوة الله القدوس الحي العامل فينا، اللي به نحيا ونتحرك ونوجد. هو بيغيرني عن شكلي بتغيير ذهني، زي التغيير اللي حدث في حياة التلاميذ. فقبل ما يشوفوا يسوع المسيح القائم من الأموات، وقبل ما يسمعوه كانوا في حيرة، خايفين، في يأس، لكن وكانت قلوبهم مكسورة. لكن لما شافوا المسيح وحل عليهم الروح القدس، حصل تغيير معجزي في حياتهم. شفى المسيح قلوبهم اللي انكسرت في الصليب، فتحولوا من اليأس للرجاء، من الضعف للقوة. انطلقوا ينادوا بالمسيح المصلوب المقام بشجاعة وجرأة. المسيح جه أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له، لكي يشاركنا في النور والرحمة والحب. وأشارك وأعين إخواتي وأساعدهم للوصول لي والمشيئته، اللي هي إنه يريد الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، يعني يتحدوا بالحق، يتحدوا ويتقوا بروح القيامة والحياة، الروح القدس، يبقوا فرحانين. قال الرب يسوع: أنا هو القيامة والحياة، هو مصدر هما. مفيش قيامة ولا حياة أبدية من غير المسيح. المسيح يعمل أكتر من إنه يمنح الحياة، هو نفس الحياة. لهذا لا يملك الموت سلطانا عليه من أساسه، ويسوع يمنح الحياة لمن يثقون فيه، حتى نستطيع أن نشترك معه في انتصاره على الموت. فنحن الذين نؤمن بالرب يسوع سوف نختبر القيامة شخصيا، لأن لنا الحياة التي يمنحها لنا المسيح، وقد غلبنا الموت. من المستحيل أن الموت يغلبنا. القيامة حياة دست الموت، فتزلزل الموت وانهار أمامها. القيامة غيرت القفر البستان. القيامة هي الانتصار والغلبة المجيدة لكل مؤمن، وإنه يعيش الحياة الأبدية جواه وهو لسه على الأرض. القيامة هي انطلاق الروح كحمامة جواك، وينطلق الحق: أقوم وأنا مربوط ومجدول بقوة الثالوث القدوس. فاكرين غصن مجدول بقوة الجزء 19. القيامة تعني إننا قمنا مع المسيح المقام، وإننا نطلب الآن السماويات وليس الأرضيات. أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. إن كنتم قد قمتم مع المسيح فأطلبوا ما فوق، حيث المسيح جالس عن يمين الله. خلي قلبك مختوم وعينيك مقفولة لترى بهاء القبر المفتوح، وهو العالم اللي أنت مدفون فيه، وهو كمان جسدك اللي سجنك. القيامة انطلاق النور، فيستنير العقل والقلب والعيون. الطريق ينور قدامك وينقشح كل ضباب وضلمة، وتبقى شايف الطريق كويس، مدرك وفاهم ومميز بحكمة للأمور. وربنا يحفر طرقه وأسراره في قلبك. طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا لهم، يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. طيب، عرفنا إيه هي القيامة؟ إزاي أقوم مع المسيح؟ تعالوا نعمل زي المسيح ونتمثل بيه. واحد، المسيح ترك الأكفان في القبر، إذن حلوا الأربطة، وحل ارتباطاتك بالأرض وإبليس والموت والظلمة والعالم وشهواتك وذاتك والناس. حلوا الأربطة عشان نعرف نقوم معاه ونتحرك زي الأيائل، ونتربط ونتربط بالمسيح القائم ونقوم معاه. يرتبط قلبك بيه وينسجم مع قلب ربنا، وفكرك يرتبط بحكمة ربنا، ويبقى لينا فكر المسيح. اتنين، شهوتنا رؤياه والاتحاد بيه، روحنا طايرة في سماه وندوب في روح الله. انطلق بإنسان جديد على صورة خالقه، لا يمكن للموت أن يمسك به، ومليان بقوة حياة وقيامة، أي عايشين بروح قيامة مستمرة. ثلاثة، البسوا الجديد. التحف جسد المسيح القائم بتوب مجده، تاركا ثياب العالم التي تبلى داخل القبر. ففي الفردوس لا نحتاج إلى ثياب العالم كما على الأرض،
إذ نلتحف ببر المسيح ونشاركه مجده. الروح القدس المتحد بروحك يغطيك. ولاحظ عندما صعد إليه في مركبة نارية منطلقة للسماء سقط ثوبه لأنه ليس في حاجة إليه. لبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. ثلاثة اللي هي احنا فيها، البس الجديد ثوب المجد، ثوب الطهارة والفرح، لابسين بر ومجد المسيح نشاركه طبيعته وصفاته. أربعة، فك الأختام. فك الأختام الأرضية مهما كانت ومهما كان الظلام باقي. ارتعد الحراس الأرضيين قدام الحراس السماء. بالقيامة نزل السمائيون إلينا. قم فنلتقي معهم في شركة حب وإخوة خلال المسيح القائم من الأموات. جاءوا الأرضنا ليفتحوا أمامنا باب السماء لنرى القدوس. بيفتحوا الأبواب أمام العروسة الكنيسة عشان تشوف جمال العريس. فك أختام القهر والكبت والاستبداد والإرهاب وكل عهد مع إبليس وعبوديته. امسك بوثيقة بالثقة الحرية والمجد والقوة السماوية والراحة والهدوء وإطمئنان الأبدية. امسك بالسلام والشكر والرضا والفرح والتسبيح. الفرق شاسع يا جماعة، مفيش مقارنة. بدل كل كراهية الحب، بدل كل انقسام لوحدة. خمسة، دحرج الحجر. دحرج حجر لف والدوران في حياتك، تخرج من موضوع وتدخل في التاني وعمل تلف وتدور في الباطل من غير نتيجة، زي دوران الشعب في البرية 40 سنة والآخر ماتوا من غير عبور. غير ودور عكس عقرب الساعة، عكس الزمن، عكس الفكر واضطراب العالم. دور في ارتفاع وعبور مستمر في اتجاه السماء والعرش السماوي، مستمتع بالنور والحياة، منتصب بلا انحناء. دحرج الحجر، لا تقف كثيرا عند الصليب وألامه، ولا تخف من الزلزال اللي هيحصل. ده تغيير هيحصل ولازم يحصل في حياتك. اسمح للنور يملأ قلبك بثقة وثبات بإيمان. دحرج حرفية الناموس اللي مكتوبة على الحجر، دحرجها بنعمة المسيح عن القلب حتى نستطيع أن ننظر الأسرار الإلهية بقلوب لحمية. علشان أنت تبقى زي الكاروبين تسبح القدوس الحي بجسدك ونفسك وروحك بكيان واحد. تعالوا نشوف شخصيات القيامة في حياتي. واحد، الملائكة. ظهر الملائكة على شكل شاب، لا ظهر بضعف الطفولة ولا عجز الشيخوخة، فإنه لمن يكرز بالقيامة يكون ليه الحياة المقامة في الرب، الحياة دائمة القوة ومستمرة بلا ضعف أو عجز مهما كانت الظروف. أما جلوسه عن اليمين يرتدي حلة بيضاء، يعني حياتنا المقامة في الرب ترفعنا عن يمين القوة الإلهية. نلبس حلة النقاء والطهارة والفرح. وكانت أول مرة في الكتاب المقدس نشوف الملائكة جالسين، أي مستقرين مسبحين في سلام وتسليم، وده سر الراحة والصعود. ملاكين في مجد وبهاء في داخل القبر، في طمأنينة جالسين في يقين بغلبة المسيح ونصرته على قوات الظلمة. ملامحهم بهية غير عادية، ثيابهم مضيئة، هم الكاروبين زي في عرش الرحمة وتابوت العهد. الملائكة بره وجوه القبر بيمثلوا جسدك ونفسك وروحك المتحدين بقلب واحد، مستقرين مسبحين فرحانين في سلام وتسليم للحي الملك القائم فيك وبيك. جاء المسيح إلى قبري وأناره وأعطاه كرامة، وبيغيروا القدس أقداس بمراحمه ليرتاح فيه، لكي يتحدث معي من بين الكروبيم، ليعلن اتحاد العهد القديم والجديد في داخلي. فين؟ في نفسي وروحي. وجاءت نبوة أشعياء النبي تخبرنا عن مجده، في راحته يكون مجيدا. وانت هنا هتبقى في مجد وبهاء أبناء الله. اتنين، المريمات. المريمات أعلنت القيامة، أعلنت القيامة لطالبات المصلوب. أنتن تطلبن يسوع النصير المصلوب، وكأنه لا يستطيع أحد أن يقوم مع المسيح في حياته الداخلية وهو يقوم في المسيح ما لم يطلبه بصدق وأمينة في أعماقه الداخلية. وتطلبونني فتجدونني، استطلبون مني بكل قلبكم. مبكرين إليه، أي المسيح ليه الأولوية في حياتي. وينطلق حاملات الأطياب،
أي صلوات والعبادات الملتحمة بالحياة الفاضلة في الرب كرائحة بخور زكية يشتمها الآب رائحة رضا. ظهر أولا لمريم المجدلية التي كان قد طرد منها 7 شياطين و7 رقم كامل عمل الشيطان فيها، من بداية الحية القديمة في عدن حتى مجمع الشياطين في سفر الرؤية. بنعدي بسبع مراحل مع إبليس في صراعات مستمر وحروب مع 7 كنائس و7 مراحل روحية كانوا في الجزء 7، وسر الغلبة والنصرة كان في الجزء 16 من الرسالة بتاعتنا، عشان نوصل لليوم السابع ونتحرر مع يسوع. ووصلت مع المسيح لليوم السابع وحررها وحررنا يسوع في القيامة. الآن فليلتهب القلب فينا كالمجدلية للتمتع بالقائم من الأموات عشان يقيم مملكته فينا. بمعنى مش هنقدر إننا ننعم ببهجة قيامة فينا ما لم نسلمه القلب ليطرد ما فيه من شر ويقيم ويشرق بنور شمس البر فينا. قال المسيح لمريم في الأول: لا تلمسيني، لأنها كانت في حيرة ولم تستوعب إنه قام وسيقوم بها أيضا، وكانت مازالت مش فاهمة المعنى وأسرار القيامة ومجدها. لكن لما فهمت تركها تلمسه مع التلاميذ ليثبت إيمانهم ويقوموا معاه في القيامة مع المسيح في مجد وبهاء للإنسان القائم، لأنه بيعكس صورة المسيح المرتبط بيه ويشوف المسيح هو البكر بين إخوة كثيرين. تعالوا نشوف تلميذي عمواس. قال لهم الرب: ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتم ماشيان عابسين؟ لأنهم لم يكونوا بعد يعرفوا الكتاب أو ينبغي أن يقوم من الأموات. دول الناس الماشية في الطريق الروحي ومش قادرين يصدقوا أن المسيح قام فيهم وبيهم، ماشيين أموات بجهل مع الحكمة والحياة وهو المسيح. لماذا نجاهد جهلة ووجوهنا عابسة؟ ألسنا ورثة الحياة الأبدية؟ اتركوا الجهل والعبوس والعويل لأهل العالم. كان في حاجة أن يفتح الله ذهنيهما ليفهم الكتب، ليمرحوا ويفرحوا ويبتسموا، لأنهم بيستمتعوا بالروح بالإله القدوس. افرحوا بالرب في كل حين، وأقول افرحوا. توما، المسيح بعد القيامة بيظهر ليهم ولينا ليؤكد لينا إنه مش في قبضة الموت، المسيح حي. كفاية شك يا توما، ادخل لعمق جديد، لعمق النور. انطلق من محدودية نفسك لفوق السحاب، انطلق للسماويات والبهاء مجد أولاد الله. مكان اللقاء كان في مكان اسمه الجليل، يعني الإعلان أو العبور أو الدائري أو دحرج، وهو مكان الجلال والمجد. إذا ده يمكن للخادم أن يكرز ما لم يعلن الرب ليه ذاته في داخله ويقوم معاه، فيقدم للناس مش من عنده وإنما ما يعلنه الرب ليه بحسب مشيئة ربنا. يبقى الجليل تعني العبور، عبور دائري عكس عقرب الساعة. أي مرتفعين للسماء للقاء الآب بمجده وجليله. نقوم مع المسيح يعني نعيش الحب والإيمان والعمل ملتحمين باستمرار وبدون تغيير. هو يهبنا الإيمان به، هو اللي يعمل فينا وبينا حتى يتمم العمل، وكل أميله إن العالم كله يقوم وينعم بالحياة الأبدية الجديدة اللي هو بيديها مجاني. ما أعجب حكمتك يا رب، من الموت بتولد حياة، من الألم مجد، من الاتضاع تأتي الكرامة، من البذل والتضحية بالنفس يأتي امتلاك قلوب الآخرين. عشان كده ربنا قال: أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمع أن يموت، يعني متى ارتفعت على خشبة الصليب سوف يتعلق الجميع بمحبتي، لأنهم في الصليب هيشوفوا الحب الحقيقي. بس ياريت نقدر عمل الفداء العجيب والقيامة والحياة، وندي ربنا الأولوية في حياتنا. يبقى القيامة هي انطلاق روح الحمامة جواك، مربوطة ومرتبطة بالحق والمكتوب. اوعى تخلي الظروف الصعبة تحنيك، ومهما كان الموت حواليك نور المسيح يغطيك. فيك تظهر صفاته هو ونعمته هو، تظهر حكمته وقوته وقدرته هو وتعاليمه هو وروحه هو ونوره هو. هو اللي بيظهر فيك، هو الإله العظيم. اسمحوا لي
عايزة نادي البستاني. أين البستاني اللي يرتب حياتي ويسمح لي أن أسبح مع الكاروبيم الذين ليس لهم حق أن يلمسوا أو يتحدوا بي، ويسمح لي أنا التراب أن أتحد بي ويفرح لنجاتي وحياتي؟ أين البستان اللي يغير أبر البستان، يزرع حبة خردل في قلبي لتنقل جبل شكوكي وتغيره الجبل إيمان؟ أين البستاني ليرفعني بالروح لأشكر الرب الرحيم، يسمح لي أن أرى مجد البكر بين إخوة كثيرين؟ أين البستاني اللي يحول قلبي الفردوس ويسمح لمثلي أن يكرز لخلاص النفوس؟ أين البستاني ليثبتني كغصن في كرمة الحياة أشبع منها، فيظهر في الغصن نضارة وتسبيح الإله؟ أين البستاني ليرفعني بالروح لأشرب من نهر النعمة والحكمة وأرى الثمار 30 و60 و100 وأجد ثمر الروح فيا؟ محبة، فرح، سلام، طول أناه، لطف، صلاح، إيمان، ووداعة وتعفف. أين البستاني حتى لا أعود لإنساني القديم وأجدني إنسان جديد، أرضي جديدة وسمائي جديدة؟ أين البستاني، بل أين خالق البستان والإنسان ومبدع الأكوان كلي البهاء والجمال والجلال؟ النهاردة إحنا منطلقين بولادة جديدة وقيامة وصعود لحياة جديدة، عابرين بانتفاضة وانطلاقة جديدة وزمن جديد. ربنا عايز شعب النهاردة شعب ينطلق بقوة بروح القيامة المستمر، بفرح، بدون تغيير، باستقامة، لا يعود للوراء، لأننا بنبدأ زمن جديد ومحتاجين نستمر عابرين، قائمين، مستقيمين، متحركين، منتصرين، فرحانين. افرحوا بالرب في كل حين. يعظم انتصارنا بالذي أحبنا مهما كان الاضطراب والقلق في العالم والتغيير ورغم كل الظروف. الله قال ليكن سلام، إذن ليكن سلام واطمئنان وأمان كل الأيام جواك، وهو معانا كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. يسوع ملك السلام والمحبة والرجاء، نور العالم. هو إلهنا الحي كلي القدرة والقوة والسلطة. اسمحوا لي أرفعك وسبحك وباركك. أشكرك يا إلهي العظيم، أمجد اسمك القدوس، أسجد عند موطئ قدميك لأنك إلهي العظيم القدوس. قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والآتي. قدوس 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 رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ليك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة. ليك يا رب كل كرامة وسيادة ورئاسة وسلطان. ليك الحكمة والغنى والقدرة لكل شيء يا إلهي العظيم القدوس الحي الأبدي. آمين.